السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد حسين من قناة الشاكي. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وصحة وعافية ان شاء الله. النهاردة انا هكلمكم عن لغة من اهم اللغات في مجال الداتا اناليسز، واي محلل بيانات دلوقتي بقت لازم تكون معاه، يعني ده لابد ولازم وحتما تكون معاه. ليه بقى؟ لان اغلبية الشركات دلوقتي بقت شغالة بداتا بيس كبيرة، فلازم الـ SQL يبقى تتعامل بيه. يعني ايه داتابيز؟ داتابيز دي اللي هي بتكون فيها بيانات العملاء، بيانات المنتجات، بيانات الاسعار، بيانات البيع، وبتكون طبعا موجوده في هيئه جداول، والجداول عباره عن اعمده وصفوف، وبتكون متربطه ببعض. ودي حاجه اسمها RDBMS اللي هي اسمها Relation Database Management System، اسمها RDBMS. دي اللي هي الداتا المنظمة اللي فيها علاقات ببعض، هي دي اللي هي الداتابيز. واحنا طبعا السيكوال هي دي اللي بتتعامل مع الداتابيز، دي اللغة اللانجوج اللي بتتعامل مع الداتابيز. فدلوقتي علشان تقدر تستخدم او تستخرج بيانات من الداتابيز دي، او تمانج الداتابيز دي، او تعدل في الداتابيز دي، لازم تتكلم بلغتها اللي هي لغة SQL اللي هي Structured Query Language. ان شاء الله النهارده هكلمك عن ازاي تستخرج بيانات، ازاي تتعامل مع داتابيس حقيقيه، وان شاء الله ان شاء الله لو انت ما عندكش اي فكره عن الكودينج ان شاء الله مفيش مشكله، هتعرف تتعلم النهارده وتكتب سيكوال حقيقي، سيكوال بيجنر وانترميديت اللي هو مبتدئ ومتوسط، وان شاء الله تقدر تستخرج بيانات كتير جدا. فخليكم معايا في الفيديو ده، وان شاء الله ان شاء الله تستفيدوا كتير. اول حاجه احنا هندخل على اللينك اللي انا سيبه لك في الفيديو ده اللي هو mysql.com داونلود. فهنيجي هنختار على مايكروسوفت ويندوز، وهنختار اللي هو الحجم الكبير ده اللي هو ده اكبر حاجه خالص، وهندوس كلمه داونلود. انت مش محتاج تعمل لوجن او ساين اب، فهندوس جاست على طول ونضيفها. فانا كده كنت محملها قبل كده. احنا شغلنا هو البرنامج اهو، ضغطنا عليه، بعد كده هنعمل فول، نختار كلمه فول، ننزل كل الفيتشرز بتاعتها. وبعد كده دي هتاخد فتره شويه عشان دي بتعمل داونلود، بس هندوس اكسكيوت دي علشان هتلاقي هنا في بروجرس بيحصل بالظبط. ودلوقتي عملوا كله داونلود، وبعد كده نعمل نيكست، نعمل اكسكيوت على طول، هيبتدي يعمل انستول للداونلود اللي هو نزله. فبرده الخطوه دي هتاخد شويه وقت برده بسيط. فينيش، نيكست، نيكست، فينيش، نيكست. نحط الباسورد اللي احنا كنا كاتبينه، check connection succeed, next execute. finish, next, next, finish. نقفل دي، وبعد كده حاجه اسمها local instance ندوس عليها، نكتب الباسورد اللي احنا كنا كاتبينه. اوكي، الشغل بتاعنا خالص. دي هتكون السكيماز، وده اللي احنا هنشتغل عليه، فخليكم معايا ان شاء الله. بصوا يا شباب، هنا ده ماي سيكوال ورك بنش، ده اللي هيبقى الواجهه الاساسيه بتاعتنا. احنا كل اللي عليه فيه هنا ادمنستريتور ادمنستريشن، وهنا سكيماز، احنا هنشتغل على السكيماز. طب انا دلوقتي معايا اكسل شيت عايز اشتغل عليه، كرييت سكيماز اهي، كرييت سكيما، ونعملها سكيما اسمها مثلا ريتش، او ريتش ليست مثلا، ريتش ليست. وهنا كده هنيجي عند كلمه ابلاي، بعد كده ابلاي، فينيش، وهنيجي نعمل هنا ريفرش، هنلاقي في حاجه اسمها ريتش ليست ظهرت هي دلوقتي قدامنا. فهنيجي ندوس هنا كده، وعند تيبل هنروح عاملين كليك يمين ونعمل تيبل داتا امبورت ويزرد، وانا عندي الريتش ليست اللي هو بليونيرز اهي، نعملها هنا كده، وبعد كده ندوس نيكست، ونخلي مثلا شكلها كده بليونير، بس كده نخليها بليونيرز. نيكست، 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 هعمل امبورت داتا فهياخد وقت شويه، نيكست، فينش. نعمل ريفرش، فكده جاب لي
احنا اول حاجه ندوس على جاب لي بليونيرز اهي، وبعد كده ندوس على ريتش ليست دي دبل كليك اهي عشان تبقى بولد. بولد يعني احنا كده بنستخدم السكيماز دي او السكيما دي بتاعت الريتش ليست. فهنيجي هنا ونمسح بقى دي او نلغي دي كده، ونيجي نبتدي بقى من اول هنا خالص. اول كوماند او اول فانكشن على الاكسل او اول كلوز اسمه سيلكت. سيلكت اللي انت بتقول له اختار لي سيلكت اول. احنا عايزين بس نستكشف الشيت الداتابيز دي. سيلكت اول، اول دي اللي هي استريك اللي هي شيفت 8 او شيفت 8. سيلكت اول فروم بليونيرز. اول ما اكتب بل هي بيجيب لي على طول الاسم ده على طول، دوس عليه دبل كليك، وبعد كده ادوس سيمي كولوم. السيمي كولوم يا جماعه دي بتقفل الكلوز. الكلوز ده اللي هو او المعادله او الفانكشن، بس هي اسمها كلوز في الـ اس كيو ال، تبقى اسمها كلوز. وهنا بمجرد في هنا يقول لك انت ممكن تعمل اكسكيوت للاندرلاين ده او اللي انت محدده ده، ولا اكسكيوت على طول نقول اكسكيوت على طول. اول ما اخترنا الاكسكيوت او اللي احنا رنينا الكود، جاب لي كل بيانات الموجوده. البيانات الموجوده الرانك، الرانك دي والفاينل وورث والكاتيجوري فاشن واوتوماتيك والبيرسونال نيم، البيرسون نيم والايدج والكونتري والسيتي والسورس والاندستري. دي شويه الداتا اللي احنا شغالين عليها. طب انا دلوقتي لو انت الشكل بتاعك مش زي الشكل عندي، في بتعملها كده دي اسمها البين، او انت تقدر تغير الشكل بتاعها. لو الشكل ده كده سوري نخلي دي كده، لو الشكل ده كده لو يبقى من المنظر ده تخليه تدوس على دي كده تفتحها، ولو انت تخليها كده او كده انت تقدر تعدل الشكل اللي انت عايز تعدل عليه. فعشان تبتدي نشتغل هنخلي يعني الداتا بالمنظر ده كده، انا بحبها بالمنظر ده اللي هي تبقى بالشكل ده كده. select all all دي يعني asterisk from billionaires. دي كده يبقى اول كوماند انت كتبته في حياتك في موضوع الاس كيو ال. صدقني الاس كيو ال سهل جدا، وخليك معايا هتعرف تكتب شويه كوماندات او شويه كوماندز، مش كوماندات، كوماند في الاس كيو ال كويريز جامده جدا. خليك معايا. طب احنا دلوقتي يا جماعه جبنا select all. طب احنا دلوقتي لو انا عايز اختار عمود معين او عمدان معينه، فمثلا نختار مثلا وليكن ال first name وال last name علشان نقدر نجيب. فهنشيل ال select all دي وهنكتب first ال first name اهي، وبعد كده عشان نختار عمود تاني هندوس كوما كوما كوما. افتكر الكلمه دي، ال first name اهو وال last name اهي، نكتب last name last name last name اهي. هيبقى كده first name and last name اللي هو ال first وال last from billionaires. ال billionaires دي اللي هي الداتا او التيبل الكبير قوي، وندوس execute اهي. فجاب لي ال first name وال last name. خد بالك مع ان كان في الجدول كان الاول كان ال last name وبعد كده ال first name ايا كان. بعد كده ممكن مثلا عايزين نستكشف حاجه تاني في ال first statement او ال select statement، ونعمل كده مثلا ونعمل اكسكيوت. احنا برضو بنرجع للداتا الكبيره، عايزين نعرف الداتا دي عامله ازاي. مثلا عايز اجيب مثلا كاتيجوري والايدج او الايدج والسيتي مثلا، يبقى هنشيل دي كده ونكتب سيتي اند ايدج فروم بليونيرز، وبعد كده نعملها. فجاب لي الداتا اهي عشان تبقوا شايفين الداتا اهي، تمام. فكده احنا عملنا السيلكت ستيتمنت. السيلكت دي مشهوره جدا يا جماعه ومهمه جدا 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 في مجال الاكستراكشن او مجال الاس كيو ال. سيلكت سيلكت، افتكروا الكلمه دي كويس. طب دلوقتي مثلا في الكونتري لو تلاحظ فرنسا يونايتد ستيت يونايتد ستيت مكرره، فعايز اجيب الكونتري بس مش مكرر. فهنا يجي ستيتمنت اسمه ديستينكت ديستينكت ديستينكت، تمام. ديستينكت كونتري انا بقول له انا عايز ديستينكت ديستينكت اللي هي اليونيك او الحاجه اللي هي غير مكرره ديستينكت، وانا هعمل دي كده. فجاب لي فرانس يونايتد ستيتس مكسيكو انديا وهكذا ديستينكت. افتكروا الكلمه دي كويس ديستينكت، عشان دي بتختار بتشيل التكرار وبتخلي واحده بس من التكرار. عايز عددهم، فهنيجي مثلا سيلكت كاونت. فلو تفتكروا كاونت كاونت عادي جدا كاونت، ونقفل الكوز بتاع ديستينكت كونتري ونروح عاملين كنترول انتر عشان تبقى انتوا فاهمين او عدد الدول بدون التكرار. فكل علي ان انا هاجي هنا احط دولت ما بين اقواس ديستينكت كاونت
سنجل كانتري، وبعد كده اكتب كاونت كاونت سنجل كانتري اللي هي عدد البلدان، واعمل اكسكيوت جاب لي اللي هم 39. طب لو انا خليت من غير ديستنكت واعمل كده على طول جاب لي اللي هم 475. يا ده مكررين كتير قوي. وكمان يا شباب كمان لو انت بتيجي تختار اول ما تدوس على كلمه بليونيرز بيجيب لك ايه العمدان الموجوده فيها او الكولمز اللي موجود فيها. ولنفترض مثلا ان انا عايز اعرف عدد البيرسون نيم اللي موجودين هنا، يعني انت لو خدتها كده كوبي وجيت هنا سيلكت بيرسون نيم، ده البيرسون نيم بس، فهعمل كده اكسكيوت فجاب لي الاسامي اهو. فلو انا جيت كتبت كاونت وحطيت البيرسون نيم دي في قوس وعملت سيلكت قال ان هم 475. فكده دي الكاونت دي من الاجريجيشن الموجود. طب لو انا عايز اعرف الافريج، لو انا عايز اجيب افريج، تعالى نرجع تاني كده ونعمل دي ونعمل كنترول انتر عشان نجيب الداتا كلها. طب لو عايزين نجيب الافريج، الافريج هنجيب من عند الفاينل وورد اللي هو النتيجه النهائيه او النتيجه، هنجيب افريج AVG مع AVG ونفتح القوس ونكتب فاينل وورد اهي، حتى جاب لي الفاينل وورد اهي. حتى لو انت مش عارف تكتبها حتى لو انت مش عارف تكتبها ممكن تيجي هنا وتروح واخدها كده كوبي وتيجي هنا فاينل وورد اهي، وتروح قافل القوس وتعمل اكسكيوت جاب لك الافريج بتاعها عباره عن 1400 او 14821. ده كده الاجريجيشن او الافريج بتاعها. عايز افلتر يبقى سيلكت اول فروم بليونيرز وبعد كده ندوس انتر كده ننزل دي تحت شويه نكتب وير كونتري. مثلا عايز مثلا اجيب الداتا اللي مثلا بتكون تبع فرنسا بس، تبع فرنسا بس. دي كده الفلتر بتاعنا، يبقى وير كونتري يساوي فرانس او فرانس اهي، لازم تبقى ما بين كوت فرانس معلش كده تبقى فرانس اوكي، واعمل اكسكيوت جاب لي كل الدول اللي تبع فرنسا اهي، كل الدول اللي تخص فرنسا. طب لو انا عايز اخليها ما تتقريش او الستيتمنت ده او اسمه الكود ده ما يتقريش، نخليها بالمنظر ده، نحط قبليها علامه الشباك ونعمل كده سيلكت، هيجيب لي كل الداتا مع ان الداتا دي موجوده بس هو مش هيجيبها. عشان نكتب يونايتد ستيتس هنروح قايلين يونايتد، نكتبها زي ما هي مكتوبه كده بالظبط على فكره، يونايتد ستيتس ونشيل ال دي ونعمل اكسكيوت جاب لي يونايتد ستيتس. على فكره كويسه جدا الحركه دي. فدي كده الفلترنج. طب لو انا عايز مثلا وليكن انا عايز مثلا اعمل مالتيبلاي او مالتيبل كونديشن او مالتيبل فلتر، يعني مش على فلتر واحد، لا انا عايز اكتر من فلتر. فنرجع هنا نكتب فرانس زي ما احنا كنا عاملينها فرانس تمام، ومثلا اقول له مثلا انا عايز السيتي مثلا ما تكونش باريس، يعني انا عايز من بلد فرنسا بس ما تكونش المدينه باريس. نكتب هنا اند سيتي نوت ايكوال بتبقى كده نوت ايكوال، يعني بتبقى العكس دي كده على طول باريس مثلا باريس اي، ونعمل اكسكيوت جاب لي فرانس بس ما جابليش السيتي باريس. فكده احنا عملنا تو كونديشنز في وير او في الفلتر. فاذا اعرف لا انا عايز البلد ما بين لا فرنسا او يونايتد ستيتس عشان هتلاقي فيها دي، يبقى فرانس او يونايتد ستيتس نكتبها زي ما موجوده بالظبط يونايتد ستيتس ونشيل الشباك ده ونخليه. يبقى احنا قلنا ايه وير كانتري فرانس اند لا اور، بقى هتبقى اور يعني ده او ده اوكي، ففرنسا او لا احنا قلنا برضه كانتري اهو، يبقى الكانتري فرانس او يونايتد ستيتس ده او ده، دي في جوه الفلتر. طب لو انا عايز اكتر من دوله، يعني مثلا عايز مثلا يا اما فرنسا او يونايتد ستيتس امريكا او اسبين مثلا او ايطاليا، فهنعمل ايه هنا بقى تيجي فكره الان ان ان اي ان، فهنخلي ده كده
ونخلي from billionaire هنرجعها تاني. احنا عايزين الكونتري فرانس ويونايتد ستيتس وايطالي مثلا، او نخليها سبين مثلا. يبقى وير ان بقى تكون ان، نفتح القوس فرنسا اور، نشيل بقى اور دي بقى ونخليها كوما، يبقى فرانس اور يونايتد ستيتس اور سبين. ونقفل القوس ونقفل ونشيل علامه الشباك دي ونعمل رن. في مشكله؟ طب تعالى سبين المفروض دي تساوي، علشان نشيل يساوي دي وتبقى سبين عشان تبقى دي. لو تلاحظوا حلاوه او جمال الماي سيكوال اللي هو بيجيب لك الالوانات، حتى بص لو تلاحظوا سبين دي كانت لونها اسود والباقي كله كان لونه برتقاني، فدي جمال جمال الموضوع بتاع الماي سيكوال اللي هو بيجيب لك بالالوانات زي الاكسل كده بالظبط. ونعمل اكسكيوت جيل دي كده على طول اكسكيوت. قال لي ايه؟ احنا عايزين من فرنسا او يونايتد ستيتس او اسبانيا. فرنسا يونايتد ستيتس اسبانيا، في حاجه تانية؟ لا يوجد اي حاجه تانية. فده جميل قوي. ان دي يا جماعه فيها اكتر من كونديشن لو انت بتدور على اور، يعني مثلا تقول له فرنسا او يونايتد ستيتس او اسبانيا، فانت لا تحطها ما بين اقواس وتكتب قبلها ان فتعدل. جميله جدا شباب. احنا دلوقتي عرفنا الاجريجيشن اللي هي العمليات الحسابيه، والوير فلتر اللي هي الفلتر. احنا طب دلوقتي عايزين نربطهم ببعض، فدلوقتي عملنا الداتا كلها كده، فعايزين نربط الداتا كلها ببعض. يبقى هنعمل مثلا وليكن مديري مثلا عايز يعرف كم عدد الموظفين اللي شغالين سيلف ميد او اللي عاملين سيلف ميد اندستري. هنيجي هنا نقول له سيلكت كاونت بقى كاونت بيرسون نيم بيرسون نيم. لو انت مش عارف حتى تكتبها او مش عارف تنطقها، هتلاقي هنا دي عدد الجداول، هتاخدهم كده كوبي وتنقلها هنا كده. على فكره بعمل كده على طول. بيرسون نيم وير، يبقى احنا كده قلنا سيلكت الاجريجيشن اهي ان احنا عدلي البيرسون نيم بس وير السيلف ميد دي. انا عايز الترو بس، انا عايز الناس اللي هم شغالين سيلف ميد ترو مش فولس. انا عايز وير سيلف ميد بيساوي كلمة true. نعمل دي كده وبعد كده نقفل، نعملها بسيمي كولون كده، نعمل كده ونعمل execute. حتى بص بيقول لك ال where self made بيقول لك ان في مشكلة في الفيلد اللي اسمه person name. طبعا معلش نسيت الحتة دي. select count person name from billionaires اهو، نعمل فجاب لي اللي هو عددهم الطبيعي بتاعهم اللي هم 309، عشان احنا طبعا حوالي 475 او الرقم اللي احنا جبناه ده بس. فكده احنا عرفنا الاجريجيشن وعرفنا الوير فلتر، وبعد كده جمعنا الوير والاجريجيشن مع بعض. خليكم معايا. طب دلوقتي انا عايز استخدم جروب باي. دلوقتي انا عايز استخدم اللي هو ستيتمنت جروب باي. جروب باي يعني ايه جروب باي؟ جروب باي لو انت بتفتح البيفت تيبل، البيفت تيبل ممكن بتلاقيه بيجمع لك داتا كبيره جدا تحت اسم معين. يعني وليكن انا دلوقتي انا عايز اعرف مثلا ده الداتا اللي عندنا كلها بالتفاصيل كلها، فانا عايز اعرف الاندستري بتاعها كام شخص شغال في الاندستري، يعني كام واحد مثلا شغال في الفاشن، كام واحد مثلا شغال في التكنولوجي. فهنقول له ايه؟ هنقول له سيلكت اندستري، يعني انا عايز اعرف الاندستري او اندستري. تمام، سيلكت اندستري from select industry. وبعد كده نقول له دي كده عملت select industry، بعد كده ادوس كوما واقول له انا عايز count the person name. count the person، هي المشكلة بقى بتبقى في الاخطاء الإملائية دي. person name from bill يونيرز، انا هاخدها كده كوبي عشان على طول بتلخبط فيها. بليونيرز تمام. بعد كده جروب باي، هتشوف دلوقتي شكلها هيبقى حلو زي جروب باي اندستري. هتبقى جروب باي، هنقول له احنا عايزين تعمل لها جروب باي زي اللي من اندستري. نعمل سيلف كلوز وبعد كده نقفلها دي كده. بص هجيب لك ازاي. الفاشن ريتيل 54 واحد، الاوتوماتيف 16 واحد، التليكوم 4 اشخاص، المانيفاكتشرنج الانرجي
وهكذا. ده اسمه جروب باي. جروب باي دي مهمه جدا يا جماعه، هتفيدكم كتير جدا. دي على طول موجوده في البيفت تيبل في الاكسل، وهتلاقيها في السيكوال، هي اسمها باسم جروب باي. طب دلوقتي احنا استخدمنا جروب باي، لو تفتكروا احنا كنا على طول بنعمل حته السورت. السورت اللي هي بتكون موجوده في الاكسل اللي انت بتعملها من اعلى لاصغر، او ديسندنج او اسندنج، اللي هو صعودي او تنازلي. فهنضطر نعملها مثلا جروب باي. دي كده جروب باي. في بقى اوردر باي. اوردر باي اللي هي بتساوي سورت. اوردر باي كاونت اللي هو الجزء ده، كاونت اوف بيرسون نيم، اللي احنا عايزين نعمل اوردر او نسورت بالكاونت او بالعدد. بس الطبيعي بتاعه ان هو بيعمل لك اسندنج. اسندنج يعني بمجرد ما تدوس هنا كده قال لك الاسندنج اللي هو من اصغر لاعلى من فوق. طب لو انا دلوقتي عايز اخليها دي ستاندنج دي اي اس سي، دي اي اس سي اهو، بعد كده نعمل كده. قال لك اكبر حاجه هي الفاينانس 77.1 تكنولوجي وهكذا. دي كده الاوردر باي او اللي هي اسمها السورت. اوكي اسمها السورت. طب حاجه تانية برده من ضمن الحاجات اللي انا دلوقتي شايف المنظر ده اللي هو كاونت اوف بيرسون نيم، لو انا عايز مثلا اغير الشكل ده فممكن نعملها حاجه اسمها الياس. الياس يعني اسمها از، يعني مش انت قلت مثلا سيلكت اندستريز كاونت از بليونيرز، برضه خدها برضه كوبي عشان انا كنت بطلع فيها بليونيرز كاونت، نخلي مثلا دي مثلا بي كده مثلا، نعمل اكسكيوت. فقال لي ان دي اسمها بليونيرز كاونت بدل ما كانت اسمها كاونت اوف بيرسون نيم، اسمها بليونيرز كاونت. دي شكلها شيك قوي، وتقدر كمان تعدلها. اسمها دي اسمها الاس، دي اسمها الياس. الياس اوكي. طب دلوقتي لو انا الداتا دي كتير جدا مثلا، وانا عايز اقللها مثلا لليمت مثلا 5 او 10 او اكبر، أو مثلا توب 10 او توب 5، فاجي هنا برضو واكتب هنا في ستيتمنت اسمها ليميت، ليميت 5 مثلا، ليميت 5، ونعمل اكسكيوت. فجاب لي اول توب 5 في الحاجه. ممكن لو انا خليتها دي كده هيجيب لي توب بوتوم اللي هو اقل ناس في الحاجه. يبقى الاما ديسندنج دي هتكون من اعلى لاصغر او من اصغر لاعلى. دلوقتي يا شباب انا دلوقتي لو عايز اجمع كام شخص على حسب ايه تاريخ الميلاد بتاعهم عن تاريخ الشهر بتاعهم، وعايز اعمل لهم اوردر باي اللي هو جروب باي اللي هو يكونوا كل شهر كام واحد فيه، وكمان نعمل له جروب باي، وكمان نعمل له اوردر باي اللي هو نقسمهم من الاعلى من اصغر لاعلى. تمام. هنا هتلاقي في حاجه اسمها بيرث ديت، وهتلاقي بعد كده حاجه اسمها بيرث مانث، فهنعملها على اللي هو الشهر. هنقول له سيلكت بيرث مانث. تمام. وهنقول له ايه بقى؟ هنقول له عدد الاشخاص، يعني اللي هو كاونت، كاونت اللي هو بيرسون نيم. تمام. يبقى بيرث مانث وكاونت بالبيرسون نيم. وهنقول له هنا جروب باي بالبيرث مانث، وهنقول له هنا اوردر باي بالكاونت ده. كان نقفل ده، نعمل سيلكت سيلكت جروب باي وجروبنج. بيقول لك ان هنا unknown column birth months، ما هي دي المشكله اللي انا بكتب بسرعه، فبتبقى birth months. اهي بس كده اهي. بصوا يا شباب دلوقتي جاب لي ان احنا قلنا ان احنا عايزين select birth months اللي احنا عايزين نجمع التاريخ الشهر بعدد الناس اللي جواه، فجمع لي اللي هو الكاونت او عد لي كل الاشخاص اللي يخصوا الشهر ده، وعمل لي جروب باي. والاوردر باي طبيعي ان هي بص شكلها مش قد كده، فلو احنا عملناه اوردر باي دي اس سي اس اللي هو من اعلى لاصغر، فجاب لي لا اوردر باي اللي هو بيرث مانث مش كاونت اوف بيرسون اهو. ان احنا عايزين نعمل سورت بالشهر مش بال ايون بالظبط كده. جاب لي 12 وكده. لا احنا بقى لو خليناها بقى ايه اللي هو نشيل دي على طول كده ونعمل اكسكيوت، فجاب لي ان شهر واحد فيه 84 واحد وهكذا. هو ده يا جماعه الاس كيو ال ببساطه. يعني احنا عملنا انستول الماي سيكوال، وبعد كده عملنا امبورت للداتابيز، وكريتنا سكيما وعملنا امبورت على الداتابيز، وبعد كده عملنا
سيلكت ستيتمنت، وبعد كده الكاونت اللي هي الاجريجيشن والافرج وهكذا، وبعد كده جبنا الوير فلتر، وبعد كده عملنا بعد كده جروبنج، وبعد كده رحنا عاملين اوردرنج. جروبنج دي اللي احنا بنجمعهم كلهم زي الشكل ده كده، والاوردرنج اللي هو السورت اللي احنا بنرتبهم مع بعض. وان شاء الله ان شاء الله في فيديوهات قادمه ان شاء الله هتكلم عن اس كيو ال بطريقه اعمق شويه. شكرا جدا ليكم، وكان معكم محمد تحسين من قناه الشاجي، والسلام عليكم ورحمه الله.